احنا لسه مع المنتخب التونسي والخروج المفاجئ الصادم للمنتخب التونسي في كاس الامم الافريقيه. كلنا زعلانين، انا ما اعتقدش ان اللي في تونس بس اللي زعلانين او الجماهير التونسيه بس اللي زعلانه، الجماهير العربيه بشكل عام زعلانه، الجماهير المصريه كمان بشكل خاص زعلانه. نفرح دايما ونحب دايما نتفرج على المنتخب التونسي، وهو منتخب كبير ورائع وعنده من العناصر الرائعه جدا اللي كان دايما تمتعنا في كل البطولات. غريب حال المنتخب التونسي على مستوى اللاعبين والمواهب والتحديث في التشكيلة، غريب يعني، في مشاكل كتيرة ظهر عليها المنتخب التونسي في كأس الأمم الأفريقية تحديدا على المستوى الدفاعي. نتكلم أكتر ونعرف إيه اللي حصل وإيه اللي هيحصل المنتخب التونسي في المستقبل القريب مع الكابتن الكبير كابتن مراد الملكي نجم منتخب تونس ونادي الترجي الأسبق. يا كابتن مراد، مشرف ومنور، سعداء بتواجدك معنا. شكرا كابتن كريم، وانا كذلك معناتها فرحان بالدعوه هذه وفي برنامجك المميز رقم 10. حبيت قبل كل شيء معناتها نهني الشعب المصري والمنتخب المصري لكره اليد بفوز اليوم بالبطوله الافريقيه. شكرك. وكان انتصار ومعناتها تتويج مستحق، كان أشكرك. المنتخب المصري احسن فريق في الدوره هذه. اشكرك يا فندم. طيب بدايه كده لازم نتكلم عن المنتخب التونسي وخروجه من كاس الامم الافريقيه من وجهه نظرك الاسباب. والله الاسباب عديده، وانا معناتها شخصيا معناتها ما كنتش متفاجئ بخروج المنتخب في الدور الاول. اول شيء معناتها على الهرس اللي كانت موجوده حتى قبل بدايه الدوري كاس افريقيا. ثانيا عدم الاستقرار في الجامعه التونسيه لكره القدم، والاختيارات زاد العشوائيه للاعبين اللي ما كانوش في المستوى الفريق الوطني. هل فكره انه تونس كانت محتاجه مدير فني اجنبي في هذه البطوله؟ تونس عاده تعتمد على مدربين محليين، ولكن هل هذه الفتره كانت محتاجه لمدير فني اجنبي؟ والله انا كلاعب سابق في المنتخب لازم دائما خاصه في المنتخب باش تبعد شويه الحساسيات بين الفرق، لازم دائما يكون موجود مدرب اجنبي. لان المدرب الاجنبي في مع المنتخب التونسي شفنا لومير، شفنا عديد المدربين اللي جاوا مع المنتخب التونسي في الفتره الاخيره كانت معناتها فما نتائج ايجابيه. مش معناتها باش ننقص في المدرب التونسي، بالعكس، لكن المدرب اللاعب التونسي يستسهل المدرب التونسي وما يعطيهش القيمه كما يعطيها القيمه تاع المدرب الاجنبي. هل ترى ان كان في بعض اللاعبين في المنتخب التونسي في هذه البطوله تم مجاملتهم ان هم ينضموا لهذه القائمه، ما كانش المفروض يبقوا موجودين في القائمه؟ والله كما في عديد اللاعبين اللي كانوا لازم يكونوا متواجدين مع المنتخب، كما عصام الجبالي، كما عديد اللاعبين اللي يوصلوا في الدوري في البطوله الاوروبيه. زاد في لاعبين تونسيين كان معناتها كنا نجموا يكونوا متواجدين معانا في المنتخب. هذه اختيارات المدرب، وشفت انت معناتها النتيجه كيفاش. انا المسؤوليه ما نحملهاش المدرب فقط، نحملها للاعبين، نحملها كذلك الاطار الفني، كذلك الجامعه التونسيه لكره القدم اللي تمر بفتره صعيبه برشا، عدم استقرار وقرارات عشوائيه معناتها في الاختيار، سواء في الاداره او سواء في التدريب او سواء حتى اللاعبين. تدخل الجامعه في مهمه المدرب خليت المدرب باش يكون معناتها بعيد على المستوى نتاعو المعهود. طيب كلام كتير في مصر هنا، نتحدث دائما عن علي معلول. علي معلول واحد من افضل ان لم يكن افضل المحترفين اللي جم الدوري المصري مع النادي الاهلي، يقدم مستويات مبهره مع النادي الاهلي في كافه البطولات، ولكن يبدو ان المنتخب التونسي لا يعتمد على علي معلول في السنوات الاخيره، تحديدا من 2018، تحديدا من مباراه بلجيكا في كاس العالم، ويبتعد علي معلول عن معظم المباريات كقائد للمنتخب وكواحد من اهم العناصر في القاره الافريقيه. علي معلول ما ولا شك معناتها لاعب كبير ولاعب متميز، لاعب يعطي دون حسابات رناف الاهلي المصري، والاهلي المصري معناتها فريق كبير يلعب في مستوى عالي. علاش علي معلول ما يكونش متواجد؟ لانه التغطيه الاعلاميه مقصره مع علي معلول. رينا فما برشا معناتها نوادي في تونس يحب اللاعب هذا يبدا تكون موجود، فما هرس للصحفيين، فما برشا ضغوطات على المدرب خلات علي معلول ما يكونش متواجد، لانه علي معلول نقول لك انا شخصيا مش محمي اعلاميا في تونس. يمكن في مصر محمي اكثر من اللي هو محمي في تونس. علي معلول انا معناتها
شخصيا ما تتمنى يكون متواجد دائما في المنتخب، يعطي الاضافه الهجوميه، يعطي التغطيه في الدفاع، تلقاه متواجد ولياقته البدنيه ممتازه، خاصه وين يلعب مع فريق كبير كيما الاهلي المصري اللي عنده برشا عديد المواجهات الافريقيه والقاريه، ومتواجد معناتها في الدوري المصري، الدوري المصري معناتها دوري محترم من احسن الدوريات المتواجده في افريقيا. خساره معناتها على المعلومه ما كنتش متواجد معناتها في اللقاء الثاني او الثالث. ما لازمناش نقصوا من الاداء اللي قام به علي العابدي، لا بالعكس، ينجم كان ينجم يلعب علي العابدي في الرواق الايمن، كان ينجم يلعب علي معلول معناتها في الرواق الايسر، معناتها فما توازن معناتها في الخطوط خاصه في الهجوم وفي الدفاع، نجموا نلقاهم الزوز متواجدين. صحيح. كابتن مراد الملكي نجم منتخب تونس ونادي الترجي الاسبق، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله. طيب يحكي ايه؟